شكرا على هذا المبادرة سعادة السفير، أصحاب السعادة والمعالي، ضيوف الكرام. Je vais parler en français. نتكلم باللغة الفرنسية لتوصل الرسالة. Mon texte s'intitule Liberté d'expression. إذا النص عنوانه حرية التعبير. لو عاد الرسول. إن حرية التعبير مبدأ مقدس، ولهذا فإن اليونسكو تعزز حرية نقل التعبير عبر الأفكار، الكلمات، الصور، حرية الإعلام. كل الدول يجب أن تدعم هذه الحرية وحرية الصحافة المستقلة المبنية على الأخلاقيات المهنية، المعايير المهنية والتنظيم الذاتي. وفي سياق التقاليد واحتكار الصناعات الإعلامية والثقافية لبعض القطاعات وديكتاتورية السوق وهيمنة الغرب في مجال الإعلام وتعميم عدم الأمن، فإن هذا الاحترام لا، هذه الحرية لا تحترم، ولهذا فيجب أن تصان. الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا داعما منه لحرية التعبير لأدان كل من يضعون الرقابة على حرية التعبير، ومن يؤمنون بأن يعتقدون بأن الإسلام يقيد حرية التعبير سيدينهم كذلك. الرسول كان سيطلب ممن يضعون حدودا على حرية التعبير أن يصححوا أنفسهم، فهو كان سيذكر بأن القرآن يطلب منا احترام الحقوق الأساسية ويذكرنا بأنه يجب دائما أن نفكر ونتساءل في ما معتقداتنا. أن تكون مسلما فإن هذا يعني بأن تبتعد عن ما يحد من حرية التعبير، أن تهدف إلى التوازن واحترام حرية الكرامة الإنسانية. الخطاب القرآني دائما يحترم حرية الإنسان، فبدون حرية الإنسان الإيمان لا مغزى له. القرآن دائما يشجعنا على التفكير حتى فيما في المسلمات. إذن التحليل النقدي في مجال الدين يدافع عنه القرآن والرسول وأغلبية المسلمين. فمثلا في مواجهة الشعراء الذين كانوا يهجون الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن الرسول قد هاجمهم ولو مرة واحدة، فكان يحترم حريتهم في التعبير، وقد طلب فقط من شعراء آخرين أن يدافعوا عنه وأن يجيبوهم. اليوم تم التغاضي عن هذه التقاليد السنة، إذن وألف سنة من الحضارة الإسلامية، وكذلك تم التغاضي عن التقاليد الإسلامية السمحاء، والإعلام لا يسلط الضوء إلا على المتطرفين الكارهين، و للاستبداد، والإعلام لا يسلط الضوء إلا على مجموعات متطرفة تقوم بمهاجمة كل من هم أحرار، ولا سيما في أغلبيتهم مسلمين. اليوم القضية قضية مسألة، لكي نخرج من منطق الكره، لكي نفصل، ولكي نجد الحلول المناسبة. مسؤولية السياسيين والنخبة الثقافية المثقفة ومسؤولية وسائل الإعلام. يجب علينا أن نتعاون. نحتاج إلى حرية التعبير والتفكير الناقد لكي نبحث معا عن أسباب التناقضات وما يدفع إلى العنف، لكي نجد دواء لكل هذه الأمور. يجب أن نتجاوز
الحلول المثقفة المعولمة والتي تهدف إلى إيجاد حلول من خلال في النظر في النصوص المتقادمة، لا سيما النصوص الأصولية والمتطرفة، فإن هذه الطريقة تتغاضى عن الجيوسياسية والظروف السياسية التي تعيشها منطقتنا. لا يمكن لأي دين أن يفهم في منأى عن سياقه. القرآن لا يمنع النقد. من يقومون بالمهاجمة على الدين والمساس بالمقدسات باسم حرية التعبير ينسون مبدأ مهما، وهو أنه ليس هناك من حرية دون قانون. الحرية دائما مربوطة بقانون. فمثلا التشهير، القذف، الشتيمة على أساس عرقية، الدفع إلى الكراهية لأسباب عرقية أو دينية، والمساس بكرامة الإنسان، كل هذه يعاقب عليها القانون. ولهذا فإن الرسول دعانا في مواجهة مثل هذه الأمور أن نثق في المحاكم، وطلب منا كذلك أن نكون كمواطنين أذكياء وأن نستعمل حرية التعبير بشكل مسؤول. إن المثقفين الذين يشتمون متجاوزين الحدود ومتجاوزين الممنوعات والمحظورات سيخفقون بلا هوادة، فهم يهاجمون المعتقدات على أساس مهاجمتهم للمتطرفين، ولكن هذه مغالطة. حرية التعبير بالطبع مقدسة، ولا يمكن أن تستعمل لمهاجمة الآخر. يمكن أن نصل إلى توافق في الآراء. المسلمين يعلمون بأن القرآن يطلب منا ألا نهاجم المقدسات، مقدسات الآخرين، سورة 6 الآية 108. وعلى مجال القانون الدولي فيجب أن نذكر فإنه في إطار حرية التعبير هناك حد بين النقد والشتيمة والكراهية التي قد تمس بالنظام العام وسلامة الجسمانية والأخلاقية. التاريخ يؤكد بأنه يمكن التوفيق بين حرية التعبير واحترام حرية الآخر والحياة. حرية التعبير من أسس وقواعد العلم والديمقراطية والطابع الروحي. أغلبية المسلمين لا يطعنون في هذه القيمة العالمية، حرية التعبير، فهم باسم رسول الله يطالبون بحرية التعبير. ما يصدمهم كمسلمين هو أولاً المحظورات المبالغ فيها والمفرطة التي يفرضها المتطرفون، على الرغم من أن القرآن في نصه يضم 90% من كحريات و10% فقط كحدود ومحظورات. ثانيا، ما يصدم المسلمون هو الخلط بدون بسوء نية عفوا بين الإسلام والعنف. ثالثا، ما يصدم المسلمون هو سياسة الكيل بمكيالين التي تقترف ضدهم باسم حرية التعبير. رابعا، ما يصدم المسلمين هو الخطاب المعادي للإسلام المبني على الكراهية، والذي بدوره يغذي التطرف وعدم الأمن والفوضى بدل أن يحارب هذه الأمور. ختاما، إن المتطرفين من خلال تشجيعهم للمحظورات يخونون القرآن والرسول. فالرسول كان دائما يقول بأن المسلمين يجب أن يكونوا أحرارا منفتحين، والإسلاموفوبيا، كره الإسلام، يخون بدوره الحكمة العالمية وثقافة الأنوار. إن الخطاب الحر الذي يحارب التطرف والأصولية والظلامية هو الحل. كما تعلمون فإن حرية التعبير تبدأ من النقد الذاتي.
وتبدأ كذلك من أن نناضل لحرية الآخرين حتى من يخالفوننا. حرية التعبير لا تعني مهاجمة من لا صوت لهم والمظلومين. حرية التعبير تهدف إلى البحث عن الحقيقة معا. حرية التعبير هي التي تهدف إلى محاربة الكراهية. يجب أن نعلم الأجيال الجديدة واللاحقة على أن حرية التعبير جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. عسى ألا تدفع إلى العدائية، ولو عاد الرسول صلى الله عليه وسلم لدافع عن هذه النقاط. شكرا جزيلا.